لحظات قليلة نتمنى السلامة إذن لأحد هذه الأسماء في بوابات جهاز الانطلاق. اطمئنان على سلامة الخير الطيارة. فتحت البوابات على بركة الله اندفاعه لجياد وفرس الانتاج عمر الثلاث سنوات التي لم تربح مهارة الانتاج عمر الثلاث سنوات، يبرز منها الليث الأبيض من المسار الخارجي، فيما من هنا صعود من المسار الداخلي، وأيضا ذليق الذي له خبرة على مسافة الميل ومسافة 1600 متر الآن من المسار الخارجي يتقدم للمركز الثاني، فيما صعود بن باينتر هو من يقود هذه الأسماء، وإلى جانبه الليث الأبيض في ظل متابعة من يمدور الهين من المسار الخارجي، وأيضا الحضور يأتي لعيونك نواف في المركز الرابع، تراجع للليث الأبيض واحتدام المنافسة الثنائية ما بين ذليق، وأيضا صعود من المسار الخارجي، وأيضا قادم لعيونك نواف، وقادم أيضا ممثل الأسطبل الأبيض النجم الكاسح الآن يتقدم للمركز الثالث، فيما ذليق ما شاء الله تبارك الله يبرز وبمستوى كبير على مسافة 1600 متر يتقدم وبقوة قوة ذليق. إذن بن بيز بليتز يتقدم بقوة في الأمتار الأخيرة 200، إذن ذليق بشعار عبد الرحمن المخضوب يوسع الفارق ما بينه وبين أقرب المنافسين. ذليق الاسم الأبرز في هذا الشوط والاسم الأعلى تصنيفا يتجاوز خط النهاية، يسجل الانتصار الأول في سجله السباقي على مسافة الميل.